كلامي قاصد قال قلب الفكر يجري صوته مرتوم ما غايبني شي في صبري إلا فراق إذا لاح برقا وهبت صباه تفكرت أياما تلك الليالي
إذا لحى برقا وهبت صبو تذكر سوء أيام تلك الليالي ليالي سرور وأيامها من العمر كطايف خيالي تذكرت أيام تلك الليالي ليالي سرور وأيامها كانت من العمر كطيف الخيال لولاك لم أذوق الهوى لولاك لولاك لم أذوق الهوى لولاك ما كان ظني أن يطول جفاك يا بهجة القلب الكئيب من الطرب يا بهجة القلب الكئيب من الظلام هل رحمتي من عذاب فتاك لأني أغار من الكؤوس لي لأني
لأني أغار من الكوج تجني بكأس المدام لتقبل فاك فإذا وصلت فكل شيء باسم فكل شيء باسم وإذا هاجرت وإذا هجرت فكل شيء باكي لا زال تو هنا تو هنا
ايوه
اشرف ضربيه ابن ناسيم
قضل الشميعة جيش الظالم انهزم وراح صبحه موضع الخداع ومن أغنام ساعة الأفراح وصبحوا موضع الخداع البطاحي
وكساح ليها على شجر
السجن في سيد الأقمار. من حسنه قد اكتمل عز وخرنا، والرق أحلى من عسل وخدود جلار. يا عمي عليك عين الحسود وكل ظالم بشرك يا عين السرور الفرحيدة. يا قد ضرني الهوى وحل موجتي يا ساكن الجوى، أشفق بحالتي. الله عليك يا ساكن الضلوع، يا زوى خاطري، فهل لي من سبيل إليك بالوصول؟ أرحم لي ذا القتيل، طيع لي أمرك نقول. أعجل لي بالقبول بوصلك الدواء، عجل يا موليتي يا ساكن الجوى، أشفق بحالتي. إبراهيم الخليل أعجل لي بقبول بوصلك الدواء، عجل يا موليتي يا سكينة الجوار.
اشتاق بحياتي. Thank you.
لو كان الوصال وصلت لها مني علاش يا رب حزان ولا نتغير نهوى في الملاح صور طاني يا عمري وعلى خد نريد نريد الأخبار بينه وهو
صاد في عيبها يا لا 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 يا لا لا فتح عان خدو Thank you.
يا للهوى يا للهوى متى عذير حالي والصبر أولى لي عشيق راقي
على طريق على الطريق وقدم خطر يختار يا على الطريق يا يا فشيتونا تماشى في ما لقى جوا وحدا اشقاني
تمنى لك عقلي
شديد عسلي عسلي يا محلوه اسقط البخار انس وشف من النوار يا قليل Thank you.